مساء الخير جميعا. اليوم مثل ما وعدناكم حيكون في حوار حول واقع مهنة الصيدلة في ألمانيا، وحيكون في نقاش حول بعض المحاور تتعلق بأبعاد الأخلاقية والمهنية لتعامل الصيادلة بشكل عام والصيد السوريين بألمانيا بشكل خاص مع هذه الأزمة. أنا محاوركم عمار أميري، صيدلاني، وبدي استضيف اليوم ضيفين عزيزين علي. أول بدي رحب أول شيء بصديقي سامر. سامر صيدلاني، هو خريج جامعة دمشق سنة 2004، سامر دياب سنة 2004. حاليا هو عاش في فيبرتال وبيشتغل شيف في تويتر في أحد الصيدليات. كمان بدي رحب بزميلي الثاني الصيدلاني حازم الحسن، هو خريج الجامعة الأوروبية سنة 2013 في دمشق، هو حالياً عاش في مدينة دويسبورغ وفيليال لايتر. حتى بطول المقدمة كتير بدي بلش فوراً بالأسئلة، بس طبعاً نحن اليوم كان المفروض أنه يعني هاي الحوار يكون وش لوش في أحد الكافيات، ولكن بسبب أزمة كورونا مثل كل شيء في حياتنا صار تواصلنا كله عن طريق الشاشة ورا الشاشات يعني. طيب اول شيء بدي ابلش مع حازم. مساء الخير حازم. اول شيء مساء النور عمار، يا هلا. مساء النور سامر، اهلا وسهلا. طيب خليني ابلش معك في الاسئله. نحن هلا في واقع ازمه كورونا، انت برايك هلا كصيدلاني شو اهميه انه الصيدلاني نفسه هو يعني ياخذ كل الماسنة من كل الاجراءات لحتى يحمي نفسه ويحمي عيلته؟ ما مقدار اهميه هذا الشيء وتقاطعه مع كونه المفروض يقدم الواجب تبعه تجاه المرضى والزبائن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما اجاوبك عمار، حابب اكيد اتوجه بالشكر لك ولسامر انه اخترتوني اكون ضيف معكم بهي المحاوره اللطيفه، خليني اقول. والشكر كله كمان لجمعية الأطباء والصيادلة السوريين والعرب في ألمانيا، والتوفيق الدائم يا رب. عمار، في عندي نقطتين مهمين بالواقع الحالي للصيدلاني السوري، خليني أقول بألمانيا. النقطة الأولى هي حماية نفسي وعائلتي، والنقطة الثانية هي موضوع حماية الناس والمرضى ومساعدتهم ببقائي على رأس عملي بالصيدلية. الحقيقة أنه هدول النقطتين هن طرفين لمعادلة واحدة بالأصل، وما بيبقوا قسمة اثنين. يعني أنا ما رح أقدر ساعد الناس إذا ما حميت نفسي. طيب كيف فيني أنا أطبق هاي القاعدة صح وبواقعية وبدون أي استهتار؟ هلأ بيقلك حتى أنت تحمي حالك صح بدك تعتبر كل الناس اللي حواليك مصابين، وحتى تحمي الناس اللي حواليك بدك تعتبر طول الوقت حالك أنه أنت مصاب. بهي الطريقة أنت بتضمن تماماً أنه ما رح يصير في استهتار من جهتنا على الأقل بإجراءات السلامة. طيب كصيدلاني سوري أنا هلأ حالياً، كيف ممكن أتصرف صح لو أنا حسيت بأعراض وكنت شاكك أنه محتك بحدا مصاب؟ كيف أتصرف؟ هل اندفع وكمل شغل مهم ساعد الناس، ولا أتصل وزارة الصحة؟ لا طبعاً، المسؤولية الأخلاقية بتحتم علينا حالياً انه لو ظهرت اعراض وكان في احتكاك فورا يتم عمل التيست وبتواصل مع وزارة الصحة، وبالتالي البقاء بالحجر الصحي، لانه هي طبعا مو انانية ابدا، بالعكس انت هيك عم تحمي حالك، عم تحمي عائلتك، عم تحمي التيم اللي عم تشتغل معه. كمان في مسؤولية تجاه هذا التيم يلي لازم يضل على رأس عمله، والمسؤولية الاكبر تجاه المرضى. احنا هيك عم نحمي المرضى اللي عم يجوا لعنا على الصيدلية، واللي هن غالبيتهم اوريدي كبار بالعمر ومعرضين بسهولة للإصابة بالفيروس، مو بس كبار بالعمر، كمان هنا كمان مرضى بأمراض متنوعة. طيب هي ممكن تكون حالة سهل القرار فيها، في حالات أصعب حتواجهني أنا كصيدلاني سوري وحتواجهنا كتير منا بالفترة القادمة، يعني لا محال، هو موضوع لو حدا معي بالتيم انصاب. هون اللي عم يصير الجدال، لأنه ما في قاعدة عامة معينة. هلأ خليني افترض أنا رحت على الصيدلية بكرة مثلاً، في حدا كان عم يشتغل معي الأسبوع الماضي، خبروني أنه بالليل بالبوخن عند حس بأعراض فحص، طلع الفحص بوزيتيف. أنا هون كيف فيني أتصرف بدون ما يكون في كتير هستيريا وخوف وهلع، وبنفس الوقت كمان بمحافظ على نفسي وعلى عائلتي؟ أكيد رح يتشكل في خوف. الحقيقة التيم يلي اشتغل مع الموظف المصاب او اللي طلع مصاب
التيم نفسه اللي انا بنتمي له مقسم لقسمين. القسم الاول هو هاي ريسك، والقسم الثاني بيسموه لو ريسك. هلا الهاي ريسك اللي هو الناس اللي احتكت بالشخص المصاب لمده 15 دقيقه بشكل متواصل او اكثر، فيس تو فيس، او تجاوز مسافه الامان بيناتهم اقل من 2 متر، او حتى خصوصا بدون وسائل حمايه. هذول التوجه عم بيكون من وزاره الصحه انه يبعثوهم على البيت ويقعدوا بالحجر الصحي. طبعا لو في اعراض حيعملوا تيست اكيد، وكمان بينتمي لهم هن الاشخاص الحوامل او زملائنا الكبار بالعمر كمان. طيب مين هن اللو ريسك؟ اللو ريسك هن الاشخاص اللي احتكوا مع هذا الزميل ولكن اقل من 15 دقيقه، او اشتغلوا معه ساعه ساعتين وظلوا محافظين على مسافه الامان اكثر من مترين وكانوا لابسين كمامات. هذول لو ما ظهر اعراض، لو ما ظهر اعراض غالبا وزاره الصحه مخليهم يتابعوا عملهم. حتى لو كانوا حوامل وكبار بالعمر وما ظهر اعراض، وزاره الصحه بتخبرهم يكملوا عملهم. طبعا هي الفئه من حوامل وكبار بالعمر اوريدي منصوح حاليا انه هن يخففوا دوام ويخففوا احتكاك. وطبعا حتى نحن كلوريس مثلا لو انا زميلي طلع مصاب وما ظهرت عليه اعراض بتابع شغله، انه انا ممكن يا سمح الله اكون حامل الفيروس وبدايه مو واضح، يعني ممكن انا الفيروس بدون ما تظهر اعراض. فانا طبعا مسؤوليتي اني اكمل شغل وبكامل اجراءات السلامه من مسافه امان ومن وضع الكمامات وباقي الاجراءات. هلا كمثال على ارض الواقع، في صيدليه بعرفها تماما، فيها زميل سوري انه بيشتغل من 3 اسابيع، صارت هي الحاله، حدا طلع مصاب، غالبية التيم ما ظهر أعراض. في عندهم كان زميلة صيدلانية حامل، كان في عندهم بيتي زوجة مريض بالبيت بسرطان، حكى لي إنه يلي صار عندهم إنه الكل تابع شغل لأنه ما ظهر أعراض على أي حدا، وحتى الشخص المصاب تعافى ورجع لشغله. النقطة المهمة عمار يلي بدي أقولها مشان ما أطول عليك، إنه واللي ضروري يعرفوها كل زملائنا السوريين، إنه حاليا ما في قاعدة عامة بألمانيا انه من قبل وزاره الصحه انه الصيدليه طلع فيها حدا مصاب اوكي الكل يسكر الكل يقعد بالبيت، ابدا ما في هيك شيء. القرار عم بيتم بشكل فردي بكل صيدليه، وحتى بقلب الصيدليه نفس القرار بخصوص كل موظف عم بيكون بشكل فردي. والتوجه العام حاليا انه بالعكس ما يتم اغلاق الصيدليات. هلا طبعا في كثير خيط رفيع بين موضوع انه الهلع والهستيريا والخوف، انه انا اقعد بالبيت كمان هي فرصه اوكي باخذ كرانكنشاين بقعد بالبيت اسبوعين، وبين مسؤوليتنا وبين الخوف الصحي اللي بخلينا نتصرف بوعي. هلا على المستوى الجغرافي بالمانيا كمان عمار، في عندك الصيدليات مو موزعه بشكل عشوائي، انت عندك لكل 100,000 مواطن في 23 صيدليه، يعني بالتالي لكل صيدليه 4,400 مواطن. لو كل صيدليه فيها 2-3 هذا راح يخاف وهذا راح ما عاد بده يشتغل وسكرت الصيدليه، انت عم توجه الحمل على باقي الصيدليات، وهدول ال 4,400 شخص حيضطروا يضافوا الشغل والستريس بباقي الصيدليات وبباقي المجتمع الصيدلاني. انا بتفهم تماما اي حدا بتصير معه حاله بقلب الصيدليه، وبعرف انه القرار مو صعب علينا كلياتنا، ولكن بتمنى يعني من خلال هاي المقابله انه ما تكون مجرد سرد قصصي، انما تكون المعايير يلي حكيتها ولو بسيطه ساعد زملائي الصيادله بخصوص انه يوصلوا لاتخاذ قرار صحيح ان شاء الله اخلاقيا وصحيا. طيب حازم، اول شيء يعطيك العافيه، شكرا على الاجابه الوافيه اللي اعطيتني اياها. بدي اتبع سؤالي الاول سؤال ثاني. شو يلي بالمقابل المفروض ينتظره الصيدلاني من المجتمع خصوصا المرضى ومن الحكومه بشكل عام في ظل ازمه كورونا برايك الشخصي؟ تمام. هلا برايي اللي خليني بلش مثلا بالحكومه انا اللي او من مثلا أو من الحكومه والنقابه وشركات التامين مع بعض. هلا من الحكومه انا بنتظر طبعا يتم دعم الصيدليات اللي عم تسكر، خصوصا حاليا انا عندي لغايه هذا الفيديو 23 صيدليه سكرت. عمار هذول في منهم اكيد زملاء ان ما بيهم اذا سوريين ولا المان، هن بالنهايه زملاء بالمجتمع الصيدلاني، هذول عندهم عيال عندهم الاف الاسئله. هلا حاليا مين حي يصرف عليهم او كيف حيتم التعامل بالفتره القادمه، خصوصا الصيدليات يلي بالبانهوفات او بمحطات القطار او بالفلوك هافن بالمطارات. بنتظر انا من وزاره الصحه بنتظر شخصيا انه يتم فحص دوري للعاملين بالصيدليه، لانه هي الازمه يعني ما بصير حتخلص من يوم وليله، فلازم يتاكدوا من سلامتنا لنضل على راس عملنا.
بنتظر كمان من الحكومة أكيد وكلياتنا بننتظر هذا الشيء إنه يتم تزويدنا بالمعقمات والماسكات بأقرب وقت ليخف الضغط علينا بهذا الموضوع. وطبعا بنتظر من شركة التأمين الصحي إنه تعطيني ضمان وأمان إنه أنا ما يوصلني بعد سنة وصفة والله بأزمة كورونا أنت ما أعطيت الفيتراكس بارتنر اللي ما أعطيت شركة ثانية. يعني بدي أكثر فرايهايت وفلكسبيليتيت بهذا الموضوع، خصوصا بقصص كمان ما يجي لعندي زبون على الصيدليه يستنى مثلا اسبوعين ثلاثه والله جينيمي جونج لا يقدر ياخذ مثلا فريزوبين او بيدي ميكروفاين. هل على مستوى المجتمع والمرضى تقريبا صارت الشغلات واضحه بخصوص انه كلياتنا يعني راكبين سفينه واحده، واللي ما حيلتزم بالاجراءات السلامه ممكن يسبب انه يغرق ويغرقنا معه، بس اللي بيهمني وجهه بهي النقطه انه ما حدا يجي على الصيدليه الا للضروره، هي النقطه لازم تكون صارت واضحه صراحه، واللي بينقض على التليفون ينقض على التليفون، هي شغلات يعني بدل ما انت تجي فيك تتصل فيني بالصيدليه تسالني اذا عندي ماسك ولا معقم وبعدين تجي، او ما تجي عندي على الصيدليه 4 مرات مثلا بس تسال على مجله امشا وقبل بيومين وبعد يومين وبعدين ترجع تاخذ وحده للجاره، يعني هي القصص المفروض تكون صار فيها وعي. طبعا هذا مو لانه نحن محابين نشوفهم، ولكن لازم يستوعبوا انه موضوع الصيدليه من الاماكن اللي كثير سهل انك انت تلقط فيها الفيروس يا سمح الله. قصه كثير كمان قصه صارت من اسبوعين على ارض الواقع ببرلين، سيده المانيه اشتبه انه هي مصابه، قعدت بالحجر الصحي المفروض تقعد 14 يوم، باليوم العاشر ملت فطلعت وراحت على صيدليه وفاتت، والشيف شخصيا كان عم يبيع وبنص البراتون بيكتشف انه هي المفروض تكون بالحجر الصحي. طبعا انت بتتخيل قديش الموضوع ممكن يكون كارثي، ضلوا 3 ساعات بعدين يعقموا والتيم كله طبعا فات بحاله ستريس وبحاله خوف. يعني اللي بدي اقوله انه ترتفع او الشعب يعرف قيمه الحجر الصحي وانه هو مو حبس له انما لسلامته ولسلامته. طيب شكرا لك حازم. هلا بدي انتقل لسامر. اول شيء مساء الخير سامر. انا مساء الخير عمار، يا هلا. مساء الخير حازم. يا هلا سامر. اهلا وسهلا. طيب بدي هلا انا اسالك سامر، وانا غالبا الخط اللي حاسالك فيه عموما من هلا لاخر المقابله انه دخل دائما في الجانب الاخلاقي من مهنه الصيدله بشكل خاص، وبعض يعني الافكار اللي دخل بالالتزامات الاخلاقيه كفرد في هذا المجتمع في ظل ازمه كورونا بشكل عام. طيب بيسالك شو هو تقييمك لاداء اصحاب الصيدليات حسب رايك الشخصي ضمن ازمه كورونا؟ هل هن التزموا بالكود الاخلاقي ولا هل كان في بعض تجاوزات، واذا كان في من اي نوع؟ تمام عمار. عمار يمكن انت لاحظت من حوالي كم يوم عملنا احصائيه بجروب الصيادلي اللي بضم صيادلي سوريين وعرب بالمانيا، كان جواب اغلبيه الشباب والصبايا اللي تفاعلوا مع السؤال انه اكثر من 75% من الاربايت جيبر يعني اصحاب الصيدليات اثبتوا بشكل لا يدع مجال ابدا للشك انهم انتهازيين، واستغلوا الازمه على قدر استطاعتهم. اذا لاحظتوا رفع اسعار الكمامات ومواد التعقيم كان بدرجه اكبر بكثير من التضخم يلي صار بسعر الشراء. مو بس هيك، اذا لاحظتوا كمان انه معظم الاربايت جيبر تاخروا باجراءات ضمان الحمايه للموظفين، وكان هذا الشيء بناء على طلب للموظفين بحالات كبيرة مو بناء على رغبة الأربايت جيبر. عدد كبير من الصيدليات صارت تبيع الكمامات من نوع الFF Bates Y أو Try ب15-30 يورو للزبائن، مع أنه لاحظنا أنه عدد كبير كمان من الموظفين اللي بيشتغلوا بذات الصيدليات لهلأ ما حصلوا ولا على كمامة واحدة من هدول الكمامات. طيب المبدأ اللي عم يشتغل فيه صاحب الصيدلية عم يكون مبدأ انتهازي متجه للربحية على حساب العاملين في الصيدلية. هذا الشيء كان مؤسف. هذا الشيء ما كان على مستوى بس الصيدليات، كمان على مستوى المشافي. يعني لما عم نسمع من زمانتنا الأطباء اللي عم بيصير بالمشافي، ببعض المشافي، إذا فينا كمان نقول معظم المشافي، شيء يعني مأساة. لما نسمع أنه عدد من الأطباء عم بيناضلوا ليحصلوا على الكمامة الصحيحة الـ FF Bates Y أو Try وهن عم تعاملوا مع مرضى كورونا. يعني الموضوع ما نو سهل. طب شو الحجة دائماً أنه ما أنا متوفرة؟ الكمامات متوفرة. يعني من يومين نحن قدرنا إنه نأمن 1000 كمامة، فبالتالي الكمامات متوفرة، لكن أسعارها مرتفعة، يعني أغلى من الأسعار القديمة. هل هذا الشيء ما بتقدر المشافي إنه تشتريه أو تدفع ثمنه؟ لا بتقدر، لكن هي معتبرة إنه السعر الغالي لا يستحق، وهذا الشيء بحد ذاته مشكلة أخلاقية. مطلوب من الأطباء إنه يشتغلوا تحت الخطر
ومطلوب من الصيادلة أن يتعاملوا مع شريحة المرضى بشكل مباشر وبالمقابل بوسائل الحماية بالحد الأدنى، مع أنه كان أمام المشافي والمؤسسات الصحية فترة أكثر من 3 شهور للاستعداد. لكن بالبداية لاحظنا أنه كان في استهتار، ما كان في نشاط واضح لتقدير الأزمة وحجم الأزمة. المصيبة الحقيقية شافوها بس وقت وصلت لإيطاليا، وقتها صرنا نحس أنه المشكلة صارت قريبة منا. للأسف المشكلة الإضافية اللي عم بلشنا نلاحظها هي النقابات. هاي النقابات اللي نحن نعتبر حالنا أنه عم ندفع ضرائب باتجاه هاي النقابات، هي نفسها اللي عم تهتم حاليا بالأربايت جيبر وعم توصل دائما بس رسائل للإعلام أنه هي موجودة وهي على قدر كبير من المسؤولية، لكن حقيقة هي ما أنا مهتمة بأمانية العاملين بالمجال الصحي، مع أنه هدول العاملين بالمجال الصحي هن الجنود الحقيقيين بهالمرحلة، وهن اللي عم بيحققوا المبدأ الأخلاقي من المعادلة، يعني هن اللي مستمرين إلى الآن. طيب سامر، بما أنه كان سؤال الأول بيحكي على أصحاب الصيدليات ومدى الزمن بالكود الأخلاقي، طب العاملين نفسهم بس بصيدليات، كان صيادلي او كان بيتي او بك او ايا كان، قديش كانت نسبه انه هن ما عملوا مخالفات مثل انه صاروا يطلعوا شهادات طبيه وهميه انه هن مرضانين، خافوا انه يداوموا، اختلقوا الحجج؟ انا ما متاكد هذا الشيء بالضبط صح ولا خطا، بس لو كان صار قديش برايك النسبه وليش صار هيك او ليش ما صار هيك؟ حقيقه عمار، اللي نحن كلياتنا بظن لاحظناه بالصيدليات انه العاملين بالمجال الصحي المقصود هن الموظفين فعلا ملتزمين اخلاقيا الى الان، ملتزمين اخلاقيا باخلاقيات المهنه الى الان، ما خذلوا المجتمع الى الان، الكل عم بداوم الى الان، اللي انطلب منهم ساعات دوام اضافيه التزموا فيها، واللي تم انقاص ساعات دوامهم التزموا كمان فيها، يعني كان الالتزام عالي والإحساس بالمسؤولية عالي، على عكس تماما الأربايت جيبا. يعني هذا الموضوع لازم ينذكر فعلا بهاي المرحلة، بتمنى أنه هذا الشيء يستمر للأمام. وحقيقة أنه صلابة النظام الصحي الألماني إلى الآن قائم على تماسك هذا العنصر البشري، بالإضافة أنه في إمكانيات بالمشافي ما فينا ننكرها، أنه في إمكانيات للمشافي إلى الآن نحن بنتوقع أنه هي إمكانيات عظيمة، نتمنى أنه ما تخزل المجتمع وقت الحاجة. طيب بدي أرجع لك حازم، وبدي انتقل لموضوع تاني. إذاك أنت شو رأيك، شو رأيك عن حالة الصيدليات بألمانيا، وكيف تمت، شو الإجراءات اللي اتخذت في موجات كورونا، كيف تم الاستعداد لو تقبل هذا الظرف الجديد، يعني اللي ما مر على أليف العصر الحديث يعني مثله؟ تمام. هلا قبل ما جاوب عمار، بس لفت الكلام اللي حكاه سامر صراحة كتير كتير واقع، يعني ما فيني أقول غير هيك. وبس قبل ما جاوب على موضوع إنه الأربايت كيبر، كتير عم بيكون في جشع، يعني أحد الصيدليات أو انصاب فيها حدا، فهذا وانا تواصلت مع هذا الموظف اللي انصاب، فقال لي انه لما دري صاحب العمل انه انا انصبت ما كان بده يعني يروح اعمل تيست، انه اوكي روح اعمل، عود اسبوعين بالبيت، بس لا تروح تعمل تيست. كان خايف كثير انه وزاره الصحه تدرى وبالتالي تسكر صيدليه. فبس مشان تاكيدا نشوف شلون الهموم، يعني شوف الفرق بين الهموم بين العاملين بالصيدليه وبين صاحب العمل. هلا بالنسبه لواقع الصيادله حاليا في ظل ازمه كورونا، هلا نحن كصيادليه وصيادله بالنهايه جزء حاليا لا يتجزا من هذا الجيش الابيض يلي عم يواجه جائحه كورونا على مستوى المانيا. خليني اقول اذا صح التعبير، كتيبه الصيادله دخلنا الازمه ب 19,000 صيدليه او اكثر شوي، بين 160,000 موظف فيهم بالمجمل، 50,000 صيدلاني منهم. طيب الشيء اللي لازم اذكره انه ب 2019 بالمانيا تسكرت 350 صيدليه للاسف تسكير نهائي باسباب هلا صعب انا مر عليها كلها، يعني ابرزهم هو منافسه مع صيدليات النت وعدم الدعم من قبل النقابه والحكومه. هذا الشيء بنستنتج انه اصلا الصيدليات عم تمر بمشاكل كثير كبيره، وفتنا الازمه بهذا الشكل تماما. بلشت الازمه بموضوع فجأة زاد الضغط الشغل، صارت المرضى يجوا ياخذوا أدوية مشان يخزنوا أدوية، خافت تنقطع الأدوية وبلش الاشتريس.
طبعا اول شيء المفاجاه كانت انه بعد فتره كثير صغيره من بدايه الازمه انقطعت الماسكات، انقطعت المعقمات، وبعد اسبوع اسبوعين صار مطلوب منا انه نحن نصنع المعقمات، وحتى المواد تبع تصنيع المعقمات نفسها انقطعت. هلا كثير صعب تحصل مثلا انت ايزوبروبانول او باقي المواد. طبعا ظاهره انقطاع الادويه زادت اللي هي اوريدي موجوده، اسئله المرضى كثير زادت. طبعا هذا الشيء بخصوص الفيروس نفسه، بخصوص خافوا كثير انه ادويتهم تنقطع، فكثير شفنا اسئله من هذا النوع. طبعا كبدايه بنفس النقطه اللي حكاها سامر، كان في علينا كثير عبء نحن كموظفين بتطبيق اجراءات الحمايه بالصيدليه، ما كان شيء بالسهل. نحن اللي جبنا تقريبا الصيادله الافكار، فكره الالواح الزجاجيه، بتلاقي اصحاب الشغل ما كان عندهم فكره نهائيا شو لازم ينعمل، وحتى قنعناهم فيها كمان. والاصعب منه هو الزام المرضى، يعني حتى انتم اكيد عم تشوفوا الصيدليات عندكم لليوم مو بالسهل الزام المرضى بهي الاجراءات. طبعا كمان الشيء اللي زاد الستريس علينا هو انه نحن صار مطلوب منا بشكل يومي نتابع الفيروس متابعه علميه، لانه عم يجينا اسئله. يعني هلا دخل مثلا موسم الحساسيه، فانا لازم مثلا لو اجاني مريض حساسيه قال لي هل انا مثلا معرض انصاب الفيروس اكثر من غيري، لازم يكون عندي جواب. فهذا الشيء صار عم يطلب مني جهد ووقت برا الصيدليه وجوا الصيدليه صراحه، من باب التطوير العلمي. حتى على مستوى القوانين كلياتنا عندنا اسئله، شو بصير اذا سكرت صيدليه؟ مين بيدفع؟ شو بيصير اذا انصاب حدا من الزملاء اللي معي؟ هلا كخبر ايجابي يا عمار، مشان ما اطول بختم فيها هي الفقره، انه من 3 اسابيع نزل خبر انه الحكومه الالمانيه اشترت معقمات وماسكات ومعدات طبيه بقيمه 163 مليون يورو، فنحن حاليا بانتظار بس انه يتم التوزيع العادل لهي المواد علينا بالصيدليات مشان. طيب تمام حازم، شكرا كثير لجيتك الوافيه هي. كمان هذا بينقلني لسؤال ثاني، انا بدي ضل معك حازم، بينقلني لسؤال ثاني. حكيت لي هلا انت عن حاله الصيدليات واجراءات اللي عم تتخذ تقريبا في المانيا. طب انت كيف بتشوف هي الاجراءات الحمايه في المانيا بالمقارنه مع دول تانية كمان عم ترزح تحت وطئه ازمه كورونا، ودول كبيره مثل انجلترا وايطاليا وفرنسا؟ نحن شو يعني شو ترتيبنا؟ شو وضعنا؟ افضل من غيرنا؟ اسوء من غيرنا؟ شيء مختلف؟ شو رايك انت حسب معلوماتك الشخصيه؟ هلا المانيا خليني اوضح لك اياها بمثال كثير هيك حلو من واقعنا نحن كصيادله. هلا لو انا اجيت على المانيا كصيدلاني وبدي اعدل وما كان في حدا قبلي معدل، فحتكون كثير الطريق ممكن اقعد فيه 3-4 سنين، بينما انا اجيت على المانيا مثلا ولقيت 1000 صيدلاني قبلي معدل، هذا حيختصر علي كثير وقت. نفس المثال صار مع الصيدلانات الالمانيه مثلا. كانت المانيا محظوظه انه اسبانيا، فرنسا، ايطاليا بالذات دخلوا قبلها بالتجربه، فهي صارت تاخذ من خبرتهم. وهذا الشيء لمسناه بالاجراءات، يعني احنا عم نعمل تقريبا نفس الاجراءات اللي عم تتم بايطاليا، الكمامات والالواح الزجاجيه وتحديد عدد المرضى، فهي النقطه ساعدت المانيا كثير وحتضل المانيا تستفاد من هذا الموضوع. طبعا في نقاط صغيره بنستناها، بس انه مثل ما حكى سامر انه يرتفع حاله الوعي عند الاربايد كيبر والنقابه حتى تتم اجراءات الحمايه بشكل امثل. هلا لو بدي ارجع على ايطاليا، من الشغلات الحديثة اللي عم يعملوها هو أنه الصيدليات عندهم عم تتوزع جغرافياً حسب، أو عم تتصنف خليني أقول لمنطقتين، منطقة صفراء ومنطقة حمراء. منطقة صفراء هي الأماكن اللي فيها إصابات بس ما عم تكون بهالشكل الكبير مثل ألمانيا خليني أقول. هون الصيدليات عم تتبع إجراءات حماية يلي بنعرفها كلياتنا. بالأماكن الحمراء هي الأماكن الموبوءة تماماً، الصيدلية هون عم بتبيع بس من فتحة النوتينز وبإجراءات كتير صارمة. هلا في حالات الضرورة القصوى كتير كتير عم يتم إدخال مريض واحد للصيدلية، لازم هو نفسه هذا المريض يكون لابس كمامات وفوف ويتم تعقيمه. الموضوع مو بهالسهل أبدا. هلا لو بدنا ناخذ نظرة سريعة على الدول، يعني تقريبا صارت متشابهة. هلا بالنمسا عندك مثلا بيحاولوا قدر الإمكان إنه المريض يدق للدكتور مثلا ياخذ الوصفة بالأدوية اللي هو دائما بياخذها، وبنفس الوقت ترجع تنبعث الوصفة مثلا بالبوست او بالبريد على الصيدلية، والصيدلية بتبعت الدواء للمريض بحيث انه المريض ما يطلع من البيت اصلا ولا يجي لا على الصيدلية ولا على العيادة. بفرنسا كان في عندهم اجراء كثير هيك ظريف، انه النساء مثلا يلي بياخذوا ادوية منع حمل بشكل دوري صار فيهم ياخذوه بدون وصفة، هي شغلة بتسهل كمان وبتسرع يعني. بتركيا عم ينقسم التيم لقسمين، قسم بيشتغل اسبوع والقسم الثاني بيشتغل اسبوع ثاني بحيث ما يلتقوا
الفريقين مع بعض ابدا، بس هي يعني مثل ما بتقول بدها كثير يكون عدد كبير. مشان ما طول، يلي شايفه انه هي الاجراءات سواء بالمانيا ولا بغير الدول عم تهدف عمار لتحمي الصيدلاني ولتحمي المريض. وبالوقت الحالي وبالمستقبل حيضلوا الدول كلهم يستفادوا من بعض، يعني لو المانيا طلعت بفكره حمايه مبتكره مثل ما بيقولوا، ايطاليا حتقلدها والعكس هو الصحيح بالضبط. طيب انا بدي انتقل لك سامر، ومثل ما شفنا هلا من بكل الاسئله اللي حكيناها والاجوبه اللي انتم تفضلتوا فيها، واضح ان احنا هلا تماما بازمه، وعم بكون بهالفتره هاي بوقت الازمه هاد خطاب بالذات اغلب الحكومات في الدول الغربيه للناس هو عم خاطبوا روح العمل التطوعي اللي اصلا كان الموجودة عندهم بالثقافة. وهذا بقودني لفكرة أنا قريتها من فترة، أنه مثلا بأمريكا، يعني كلمة عمل طوعي ذكرتني أنه لك أنه بأمريكا مثلا سمعت أنه الناس البالغين بفترة من حياتهم دائما 50% من الشعب مارس العمل التطوعي يعني. ونحن حتى لو كلمة غرقنا أكثر بالثقافة الغربية، وهذا موطن بالثقافة الغربية كل شعب له محاسنه ومساوئه، بس يعني لو غيرنا الثقافة الغربية حنلاقي انه فكرة العمل التطوعي مترسخة عندهم بالذات وقت الأزمات، وقد يكون غير وقت الأزمات. بينما ببلادنا يعني المصطلح العمل التطوعي هذا مو كتير متبلور، مو كتير واضح، ومو كتير بالنهاية ممارس. قد يكون في مسميات تانية أنا ما كتير بعرف أو ما كتير خطر لي هلا، بس مع انه فكرة فكرة التطوع بحد ذاتها وإغاثة الملهوف هي من صميم ديننا، أديان بالمنطقة، من صميم إيديولوجيتنا وخلفيتنا. طب أنت شو بتفسر هذا، هاي الفرق بالمفهوم، أو ليش عندهم هذا الموضوع واضح ومنظم وعنا لسه، وعنا ما بس ضروري في مجتمعاتنا وحتى الجالية اللي هي اللي من مجتمعنا اللي عايش هون، وهي أصلاً محور حوارنا أصلاً كصيادلة السوريين عايشين بألمانيا. أطول بالسؤال بس بتمنى يكون فهمت أنت يعني أنا شو النقطة اللي بدي استفسر منها يعني. تمام عمار، موضوع العمل التطوعي كلام صحيح 100%. موضوع العمل التطوعي بيشغل مساحة كتير كبيرة بالفكر الأوروبي بالثقافة الأوروبية، لكن العمل التطوعي منتشر كمان ببلادنا وممكن بنفس الدرجة الموجود فيها بأوروبا وأمريكا، لكن مفهوم عمل التطوعي ببلادنا هو عمل الخير. يعني كل ثقافة عندها مفهوم للعمل التطوعي. عمل الخير ببلادنا هو عمل تطوعي لأنه ما هو عمل إلزامي، لكن بيشعر الإنسان بأنه هو ملزم فيه أخلاقيا، لكن عدم إلزامه الأخلاقي الالتزام الأخلاقي فيه ما بيعاقب عليه القانون، فهذا هو العمل التطوعي. لكن هو مبني ببلادنا على العطاء المادي، تبرعات، صدقات، بناء دور عبادة، لكن بعيدا عن العمل التطوعي الشبيه بالعمل التطوعي الغربي، لأن العمل التطوعي الغربي هو اجتماعي، دوره تكميل دور المؤسسات الحكومية. هذا ما انتقاص بالمؤسسات الحكومية وبدورها، لكن بنية المجتمع الأوروبي أو الأمريكي أنه في دور للمؤسسات الحكومية وفي دور تكميلي للمجتمع عن طريق العمل التطوعي الاجتماعي. ببلادنا هذا الشيء مرفوض بسبب لأسباب سياسية، أسباب أمنية، أسباب تفرضها الحكومات، لكن مختزل عنا ببلادنا بعمل الخير. طيب الشعب الأوروبي ما بيعتبر أبدا مساهمته بعمل تطوعي على أنه عبء، أو أنه فيه هو نتيجة أنه الحكومة مقصرة بهذا الناحية فنحن لازم نسد هاي الثغرة. لا، المجتمع الأوروبي بيعتبر هذا واجب اجتماعي، هيك بنية المجتمع الأوروبي كثقافة. أنا موجود بأوروبا من حوالي 6 سنوات، أكثر من 6 سنوات. من 6 سنوات إلى الآن أنا سمعت كلمة أزمة فقط في حالتين. الحالة الأولى كانت أزمة اللاجئين، وهي كلمة دائما بتنذكر، أزمة اللاجئين، هاي كانت ب2015. وكلمة أزمة سمعتها للمرة الثانية كمصطلح هي أزمة كورونا، هو بعام 2020. بالحالتين طلبت الحكومة الدعم من المؤسسات التطوعية. طيب ليش طلبت دعم من المؤسسات التطوعية؟ بكل بساطة كانت الحكومات تقول أنه نحن غير قادرين لوحدنا على تجاوز هاي الأزمة، فنحن بحاجة تكاتف المجتمع كامل بما فيه من مؤسسات تطوعية المنظمة، وهي مؤسسات ضخمة وإلى اقتصاديات مادية ضخمة. حاليا نحن جزء من هذا النسيج الاجتماعي الغربي بالإضافة لارتباطنا بمجتمعنا الشرقي.
مشان هيك نحن ضروري شوي نعدل بمفهومنا للعمل التطوعي طول ما نحن موجودين هون بشكل بيتوافق مع ثقافة المجتمع يلي منعيش فيه. نحن إذا حابين نكون جزء من هذا المجتمع فضروري نفكر بثقافة التطوع على أنه تطوع اجتماعي ما هو مبني على حاجة المجتمع للمال. المجتمعات الغربية أو في ألمانيا بشكل خاص غير محتاجة للمال. المال ما هو محور التطوع فيها، محور التطوع فيها هو أنه نسد احتياجات المجتمع اللي قد يساهم فيها المال بشكل صغير، لكن بشكل أكبر هو الموضوع الاجتماعي، والأفكار التطوعية كلها مرتبطة بالفكر الاجتماعي فقط. طيب سامر، من واقع إجابتك الهامة صراحة خطر لي سؤال تاني. هل برأيك أنت فكرة العمل التطوعي يعني هي شيء بيكون مؤقت بيصير وقت الأزمات تتفعل وبيصير يعني بدور عجلته بقوة، ولا هي عملية مستمرة دايما بس نحن ما بنحس فيها أكثر شيء غير وقت الأزمات؟ من واقع خبرتك كيف بتمشي الأمور في موضوع العمل التطوعي؟ تمام عمار، العمل التطوعي ما هو حالة طارئة أبدا، المجتمع بحاجته بشكل دائم. حاليا نحن عم نحكي عن أزمة كورونا اللي هي الأزمة اللي نحن على دراية فيها من حوالي 3 شهور، إلى الآن نعتبر حالنا ما دخلنا بعمق الأزمة، ولسه نحن منتظرين أسبوعين أو أسبوع حسب التقديرات، ومع هيك معتبرينها أزمة. الأزمات قد تكون زلزال، هذا بيصير خلال 10 دقائق بيصير فيه ضحايا أحيانا 100,000 و200,000، والموضوع ما كان بعيد. يعني بإيطاليا من فترة من سنة أو سنتين يمكن كان في زلزال قوي بإيطاليا، الزلازل ما ممكن الواحد يحذر عليها، وهي ممكن تسوي أزمة في دقائق. لو كانت هاي المؤسسات ما أنا موجودة وبصلابة وإلى جذور وقادر ومنظمة بشكل كبير بدرجة أنه قادرة على تفعيل نفسها والعمل بقوة خلال ساعات قليلة، فبكون ما في فينا فائدة. هاي المؤسسات موجودة ومفاعلة وإلى نشاطات، وقت احتاجتها الحكومة ب 2015 كانت فورا فعالة، قدرت تعمل إنجازات ضخمة وبأسرع من إنجاز الحكومة. فكرة الرابطة حاليا السورية للأطباء والصيادلة ما بتخرج خارج هذا المفهوم أبدا. الرابطة حتأسس لشيء بيجمع الأطباء والصيادلة بألمانيا، ونحن عددنا صار كتير كبير، ليكون منظمين بنشاطات دائمة، نشاطات مستمرة. لكن وقت الأزمات حتكون هاي الرابطة قادرة على تحقيق نشاطات ومساهمات مع ضمان تمثيلنا الصحيح أمام الإعلام، وهذا موضوع بيضمن استمرار وجودنا وبيضمن بنفس استمرار وجودنا، بقصد وجودنا أمام الناس، وجودنا الأخلاقي إنه نحن عم نأدي مهمة، بالإضافة ضمان استمرار حقوقنا، لأنه اللي بيبعد عن الإعلام بيبعد عن الحقوق. هذا الواقع في أوروبا. الإعلام هو اللي قادر إنه يوصل صوتك ويوصل رسالتك. بالوقت اللي انت بعيد عن الإعلام ممكن تكون انت عندك مظلومية كبيرة وما حدا منتبه لها، وتبقى بضمن هاي إطار المظلومية. بينما وجودك ضمن دائرة الإعلام، وجود ممثلين عنك بيقدروا يعبروا عن مشاكلك وهمومك ضمن صرح، خصوصا إذا كان له رابط تطوعي، هذا بيعمل أثر كتير كبير عند العامة، فبالتالي بتقدر توصل رسالتك بأسرع ما يمكن. لو نحن حاليا مؤسسين، ونحن طبعا لساتنا جديدين ضمن الرابطة، لو مؤسسة الرابطة هلا وقدرت تحكي بأسماء الأطباء والصيادلة، كنا قدرنا يمكن نعمل تغيير وننقل صورة الهموم اللي نحن عم نتعرض لها حاليا كموظفين في إطار العمل الطبي في المجال الطبي كصيادلة أو أطباء. شكرا لك سامر. أنا هلا بدي أرجع لحازم وبدي أسأل سؤال بصراحة مهم بيهمني شخصيا وهم جزء كبير من المستمعين. يعني أنت حازم، من واقع خبرتك في هالكم سنة اللي أنت اشتغلتهم هون في ألمانيا، ومن واقع تقديرك للشيء عم تشوفه بضم أزمة كورونا والتصاعدات أحيانا بتكون يعني متوقعة وشيء غير متوقع كمان، شو هو مستقبل، شو رؤيتك لمستقبل مهنة الصيدلة في ظل أزمة كورونا وبعد أزمة كورونا، وبالذات في حال لو هالموضوع طال؟ لأنه نحن لحد الآن ضباب، لسه بنا شايفين السلبيك على كلام مدير معهد المهنة الصيدلة لسه ما وصلنا للبيك. فأنت شو رأيك نحن لوين رايحين؟ شو المستقبل جوا الأزمة وبعد الأزمة؟ تداعيات يعني.
تمام. على الصيادلي يعني بالذات. طبعا عمار في كلمة حلوة قال إياها صاحب الصيدلية من فترة كانت بهذا الخصوص عن بعد أزمة كورونا، قال لي دي دانكباركايت لسنا und der Geld beutel wächst meistens nicht. على ترجمة حرفية للمقولة إنه الامتنان والشكر بيخف مع الوقت والغلة ما بتزيد غالبا، بما معناه إنه الخوف بعد ما تنتهي الأزمة الناس تنسى الموضوع والجهود اللي بذلتها الصيدلية والحكومة نفس الشيء، وترجع المشاكل القديمة نفسها، ويرجع المريض نفسه اللي هلأ أنت عم تساعده بالماسكات والمعقمات يرجع بعد أزمة كورونا يسألك ليش عطيتني نازل شبري من راتيو فارم كان أغلى 20 سنت من عائل، وهي القصص اللي بتصير يوميا بالحياة الصيدلية معنا ومعكم. هلأ هي أول مشكلة. هلأ خليني أحكي على المستوى المستقبل القريب. على المستوى القريب نوعا ما حيصير الشغل حيخف بنسبة كتير منيحة من الصيدليات، الشغل عيخف لأنه already أنت عندك الناس ما رح تطلع إلا للضرورة. طبعاً في خوف كتير كبير عند أصحاب الصيدليات أنه الناس اللي قاعدة حالياً بالبيت جربت لأول مرة أو جبرت الظروف تطلب أدوية عن طريق النت. أنت هاي يعني اللي بدي أقوله أنه هذا الحاجز عندهم انكسر خلاص، فنسبة كتير أو متوقع كتير بقوة أنه هدول يتعودوا يضلوا يطلبوا أدوية عن النت، وهذا شيء بالنسبة لهم مريح. انا ما راح اجي اقول هون هذا الشيء صح ولا غلط، بس بالنسبه لي انا كصيدلاني عم اشتغل بصيدله عاديه صيدليه عاديه، لا هذا الشيء راح يضرني والشغل راح يخف. طبعا الازمه نفسها راح تساهم بشكل كبير انه يخف الشغل بالفتره القادمه بين موظف انصاب وزملائه اللي قاعدين بالحجر، وبين في احصائيه صارت كثير كانت مثيره للانتباه صراحه بين موظفين الصيادله على شريحه كبيره من موظفين الصيدليه، تخيل عمار 15% منهم ما بدهم يداوموا حتى بدون وجود اي سبب، لانه الفتره الحاليه بالنسبه لهم ما عم يشوفوا في دعم لا من النقابه ولا من الشيف، وحتى مثلا الشيف اللي احد القصص انه في وحده من البي كي ا يعني كانت نص نص انه اشتغل ولا ما اشتغل بسبب ابني، هي اوريدي عم تجي يومين بالاسبوع، فقررت انه ما عاد تداوم نهائيا في الفتره وتقعد بالبيت. الشيف بالنسبه له كانت مثل ما بيقولوا اجته من الله يعني، فاذا كل شيف بده يتعامل بهي الطريقه رح يتم خسران مثل ما بيقولوا خسارة عدد كبير من العاملين بالمجال الصيدلي. متوقع طبعا وهذا الشيء حيصير بنسبة 99% إذا ما في 100% أنه ظاهرة انقطاع الأدوية رح تزيد أكثر. هلأ عندي موضوع الخوف الأكبر، الخوف الأكبر عمار أنه هاي الأزمة تشجع الحكومة أنه تدعم صيدليات النت بشكل أكبر، خصوصا أنه وزير الصحة من يومين فعلا قرر انه بداية عام 2020 تصير الوصفات الالكترونية الايرتسيبت بفلشت يعني، ويلغي الوصفات الورقية. كمان برجع لنقطة انا ما عم بقول هذا الشيء منيح ولا مو منيح، بس بالنسبة لي لشخص عامل بالصيدلية لا هذا الشيء رح يضرني. نقطة كتير مهمة، هلأ في عندي انا بهي الفترة في عندي صيدليات كتير زاد شغلة، هدول متوقع كتير انه صاحب الصيدلية يجبر الموظفين يشغلهم يوم الاحد، او قانونيا حتى قانونيا بحق له يشغلوا ل 48 ساعة بالاسبوع، هي نقطة كثير مهمة والقانون معه، ونقطة قانونية ثانية انه بحق له يمنعهم ياخذوا اورلوب هي الفترة. على النقيض تماما الصيدليات اللي ما عم يصير فيها شغل تماما ممكن نبلش نشوف انه الشيف تبع الصيدلية يجبر العاملين ياخذوا اورلوب، انه انت عندك 5 موظفين عم يداوموا وممكن واحد يقوم بالمهمة او اثنين يعني. هلا طبعا هذا الشيء يعني لو فيها شوي سلبيه هي النقاط اللي حكيتها، بس انا حبيت احكي واقع يعني. طبعا اكيد في نقاط ايجابيه بالمستقبل الصيادله بالمانيا، قديش هي الازمه نبهت الشركات التامين والنقابه والحكومه على كميه البيروقراطيه اللي نحن صرنا سنين عم نعاني منها بالصيدليات بالمانيا. قديش هلا حلو انه نحن لما دواء مثلا يكون فير تراكس بارتنر مثلا مو موجود بالصيدليه اعطي برياحه دواء ثاني، وانا ضامن انه شركة التأمين ما رح تبعتي الوصفة بعد كم شهر وتقلي انه ما رح ندفع لك. هلا هي وبنتمنى انه بعد الازمة تضل هي الاريحية والفلكسيبيليتي بهذا الموضوع. هلا مبادرة كتير قوية عم تصير حاليا او ضغط على الحكومة خليني اقول، في عنا بين الـ NRV رئيس الابوتيكا باند هير توماس برايس عم يضغط على الحكومة انه يسحبوا ترخيص شركات الانترنت بخصوص بيعهم لادوية البرشرايبون سبليشتر، يعني عم يقول هو فكرته انه ليش لا تتخزن الادويه هلا مثلا مثل خصوصا الانتيبيوتكس والباقي الادويه بمستودعات صيدليات الانترنت، بينما نحن صيدليات الفور اورد حاليا احق فيها،
احق فيها، خصوصا احنا بنفتح يوم احد عم نعمل نوت دينز، والمريض اللي على ارض الواقع احق فيها صراحه. يعني مثل ما شايفين حتى ادويه على مستوى باراسيتامول، شراب مثلا انقطع. فهي النقاط حاليا اللي موجوده حاليا مثل ما انت عم تقول وضع ضبابي، تقريبا هي النقاط اللي ممكن تصير هلا بهي الفتره وبالفتره الجايه على المستوى القريب. طيب حازم، هلا في بحر ما حقول السلبيات، ولكن هذا الواقع، يعني انه يعني الامور صعبه حاليا على كل المهن بشكل عام والصيدله بشكل خاص. مثل انت وضحت حتى المستقبل يعني صعب شوي، ان شاء الله يكون الموضوع اسهل من هيك يعني. طيب بالمقابل، هل بتشوف انت في غير الايجابيات ذكرتها انت ايجابيات تانية من نوع تغيير الراي العام تجاه مهنه الصيدله بشكل خاص والصيدلاني السوري بشكل عام؟ نحن كمان الصيدله هي مهنه شوي هي تحت التهميش الاعلامي، وشوي احيانا تحت الراي العام السلبي، اعتبار انه في خلط بين قصه البياعين او نحن انه ننتمي للقطاع الطبي. فبرايك هل الازمه ممكن بشكل او باخر تكون لها تاثير ايجابي على الراي العام فينا؟ تمام. هلا الازمه طبعا منتظر انه تغير نظره المجتمع للصيدلاني او للصيدليه، على انه هي اصلا جزء لا يتجزا من النظام الصحي، وتغيير نظرة نمطية أن الصيدلاني هو بياع. بلشنا نلمس هذا الشيء، يعني هذا الموضوع ما عاد صفى أمنية. وزارة الصحة على موقع الرسمي على الفيسبوك وتويتر قدمت شكر خاص للصيادلة والعاملين فيها، قناة الـ RTL كمان نفس الشيء، وزير الصحة كمان يقدم شكر. حتى بلشنا نلمسها عمار على مستوى المريض نفسه، يعني صار بعد ما يخلص مثلا من عالم صيدلية بيقول لك بلانزي جزونت ببراوكنزي، صار يهمه أنه أنا ضل موجود بالصيدلية، صار يهمه أنه صيدليتي تضل فاتحة. هذا اكيد رح يغير كثير شغلات. المريض نفسه عمار لمس انه كمان قديش في فوائد للصيدليه العاديه على صيدليات الانترنت. يعني هلا انا لو مثلا عندك مريض كبير بالعمر مثلا 75 سنه 80 سنه ومتعود من 10 سنين ياخذ مثلا خلينا نقول ميتوبرولول من راتسيو فارم، هو متعود عليها بهذا الشكل باللون الاحمر تبعه، طلب له اياها حدا من عن طريق الانترنت، الانترنت ما راح يهتم هو شو متعود ياخذ، حيبعث له مثلا شركه هيكسال اللي هي لون العلبه الزرقاء مثلا. بالنسبه له يجوز يفكر انه هن بعثوا له دواء مختلف تماما. قديش نحن هلا عم نوضح لكل مريض انه هذا نفس الدواء، قديش عم نوضح كمان او عم نحاول انه نوصل مثلا الادويه بنفس اليوم بالغالب. هلا وكمان احنا منتظرين طبعا من الحكومات انه او من النقابه كلياتهم يشكلوا مثلا موقف ايجابي تجاه الصيدليه العادية ويدعمونا بعد ما صرنا 4-5 سنين عم يدعموا صيدليات النت على حسابنا. هلا نقطة كتير مهمة خليني أقولها على مستوى الصيدلاني السوري عمار، أنا وأنت وحتى سامر وكل مثلا الصيادلة السوريين، قديش تعلموا بهاي الأزمة أمور بالإدارة، خليني أقول قديش تعلموا. يعني أنا على المستوى الشخصي قديش تعلمت قوانين بهالشهر اللي مرة، أو حتى لو ما تعلمت قوانين صار عندي فكرة وين فيني أفتح لاقي جواب هذا القانون. صرنا نفتح موقع الـ DataSet، صرنا نقرأ الـ Pharmaceutical Site بشكل أسبوعي. طبعاً هذا الشيء ليش مهم بالنسبة لنا؟ لأنه أنا بنا شايف طبعاً وأنتم ما شاء الله من ناس طموحين أنه نحن اللي ناس اللي حتستلم القيادة. يعني هلأ أنا اليوم في الـ Lighter، بكرة أنا شايف عمار نفس الشيء، سامر نفس الشيء، فقديش مهم. يعني أنا هلأ تجاوزت هاي الأزمة، فلما تجيني أزمات أخف من هيك بكون أنا عندي فكرة تماماً كيف اتعامل مع سواء على مستوى مع المرضى او مع التيم تبعي او حتى مع الحكومه والقوانين. طيب هلا بدي انتقل لسامر بسؤال مهم شوي وفيه قدر من الشخصيه، يعني لانه انا يعني صديق لسامر، بس بتوقع الجواب السؤال ده اقوله بيهم عدد كبير من الناس. سامر، انت مثل ما انا بعرف واغلب الوسط الصيدلاني هون السوري طبعا بيعرف، انه انت كنت من اوائل الصيادله اللي اجوا بالدفعه الجديده، خلينا نقول اللي من كم سنه يعني، ومن اوائل الناس اللي قادوا مبادرات ساعدت في صيادله السوريين في مشوار المهني. يعني انا بشوف انه هالمبادرات هي تراوحت بين منقطعة النظير في النجاح، مثل جروب اللي نحن يعني جروب الفيسبوك اللي نحن عليه اللي ساعد ناس كيف التعديل،
في منه كان متوسط النجاح مثل جوجل بيت بيتك او قناه اليوتيوب يلي كان المفروض يشارك فيه عدد كبير من الناس ولكن صارت محصوره بعدد اقل من الناس. وفي بعض المبادرات اللي بسبب او لاخر ما تقبلوها ناس كثير مثل احد مثل مبادره انه انت اطلق مبادره من فتره انه نحن شو رايكم يا جماعه نجمع مبالغ رمزيه لحتى نشتري كمامات ونوزعها كهدايا على العجزه في مأوي العجزه في الهايمه بهدف التعريف فينا وبهدف كمان يعني اشعار بانه مهمين ساتوا بالترحيل. هل المبادره بالذات هي لعده اسباب ما لاقت قبول ابدا؟ فهذا الموضوع كله اسقاطه على فكره العمل التطوعي وعلاقتك فيه انت. شو برايك سبب يعني سيكولوجيه الناس اللي عم تتقبل او ما عم تتقبل؟ شو رايك السبب في هاي التباين هذا يعني بتقبل الناس لانواع المبادرات كمثال اللي انت عندها؟ هذا سؤال بيهمنا جوابه حتى نفهم سيكولوجيه الناس ليش تقبل احيانا تقبل احيانا العمل التطوعي يعني. تمام. عمار اسمح لي اني اتحفظ شوي على تقييم انه في نجاح او عدم نجاح للحمله التطوعيه من خلال ربطها بعدد اللي ساهموا فيها. مجموعه التعديل من الطبيعي انها تضم اكثر من 1800 صيدلي سوري وعربي موجودين بالمانيا لانها بتحقق الفائده لجميع المساهمين فيها، يعني من جهتين بيستفيد وبيقدم الافاده لغيره، فهي افاده متبادله، فهذا الشيء بيرغبوا الجميع. مبادره الكمامات مثل ما صرنا نطلق عليها هي انطلقت من فكرة التركيز على كبار السن، يعني المستفيدين هن شريحة ما بتنتمي للناس اللي هن حيقدموا المبادرة، هن كبار السن الموجودين بالألتنهايم اللي قلنا انه هدول بيضطروا بيخرجوا لأي سبب من الأسباب بدون كمامات، سواء كان معهم ثمن الكمامات أو ما معهم ثمن الكمامات، ما كان الموضوع مادي، المهم انه نحن منتبهين لهي الشريحة من المجتمع يلي هي الشريحة المعرضة بشكل أكبر للخطر. طرحنا هاي الفكرة، كان هناك في انتقاد شديد من بعض الأشخاص، واعتبروا أنه في شريحة ببلادنا أشد حاجة لثمن هاي الكمامات من كبار السن، لكن كان العدد الأكبر يعني فينا نقول 7 أضعاف الأشخاص اللي انتقدوا كانوا أشخاص طلبوا المشاركة بالحملة من الساعة الأولى، وهن عمليا شاركوا فيها وسجلوا أسماءهم بكل جدية لأنه الحملة انطلقت. هل بنسمي هذا رفض؟ عزيزي أنا بشتغل بالمجال التطوعي من حوالي 18 سنة، ومن تجربتي بقدر أني أقول لك أنه في شريحة صغيرة دائما موجودة اسمها المنتقدين، هي موجودة دائما، هاي الشريحة بتحاول إجهاض أي فكرة تطوعية للأسف. يعني أنا عم بقول هذا الشيء ما عم بحاول أنه أقول أنه في ناس سلبيين، لكن في طبيعة نفسية عند البعض أنه بتحاول التشكيك دائما بالنوايا أو بتطالب الفكرة بأنه لازم تكون هاي الفكرة تنقذ البشرية كاملة وإلا تعتبر فكرة فاشلة، سواء تشكيك بالنوايا أو مطالبة الفكرة بشيء لا يمكن أن تحتمله الفكرة، بالحالتين هذا عم بيؤدي لإجهاض الفكرة بحد ذاتها، وهذا مستحيل. يعني هذا مستحيل أنه أي فكرة تحققه، فبالتالي هاي الفئة عم تكون متوجهة دائما لجوهر الفكرة فبتقضي عليها. بحكم تجربتي هاي الشريحة مهمة من الناس، ليه؟ لأنه بتلفت نظرك لبعض السلبيات قبل ما تبدأ بالعمل، لكن هاي الشريحة مستحيل المراهنة عليها. يعني هاي الشريحة ما حتقدم شيء بالأخير سوى أنه هي تعطي النقاط السلبية لتلفت نظرك إلها. المشكلة اللي عم نوقع فيها أحياناً أنه هاي الشريحة جريئة جداً بطرح أفكار الانتقادية، فبالتالي بيظن اللي طرح الفكرة أنه فكرته مرفوضة، فبالتالي بصير عنده إحباط فبينسحب. وهي مشكلة السوشيال ميديا، إنه لما ييجوا أشخاص محددين بيطرحوا أفكار مضادة والأغلبية بتصمت، فبيعتقد الشخص إنه هدول الأشخاص القليلين هن الأكترية، بالرغم من إنه الأكترية هي الصامتة المتقبلة للفكرة واللي بتحب إنه تتقبل وتمشي بالفكرة بصمت. بصراحة أنا وقفت عن الفكرة ظاهريا، لكن بحب أقول لك إنه يوم السبت الماضي استلمنا أول كمية من الكمامات وتواصلنا مع الصليب الأحمر وحيتم توزيعها على الألتنهايم، وكان في يعني تقدير كتير كبير من الصليب الأحمر إنه نحن عم نفكر بهاي الطريقة. النتائج إلى الآن جدا رائعة، وهي لسه عم نقول الدفعة الأولى من الكمامات استلمناها، لسه في الدفعة الثانية من الكمامات حنستلمها عن قريب، فبالتالي نحن مستمرين
بشكر اللي ساهموا، هن كانوا جدا ايجابيين، بشكر اللي انتقدوا لانه لفتوا نظرنا على انه نحن لو وزعناها بشكل مباشر حيكون الموضوع ما كتير ايجابي، ممكن يساء فهمه. الافضل انه نشتغلها عن طريق الصليب الاحمر، وفعلا اشتغلناها عن طريق الصليب الاحمر، فكانت فكره جدا رائعه. فهذا رايي. مرحبا. عمار. طيب هلا انا قبل ما اختم بدي اسال سامر سؤال اخير، بس بدي الجواب يكون بدقيقه. يعني سامر، انت كعامل بالقطاع الطبي، هل رايك النظام الصحي هون في المانيا حيصمد ولا لا سمح الله حينهار مثل ما صار مثلا بايطاليا؟ ما مدى قوته؟ اذا وصلنا لنفس مراحل ايطاليا الموجوده فيها ايطاليا حاليا، فالنظام الصحي الالماني بعتقد بيصمد، ما في اي مشكله. لكن اذا تجاوزنا المرحله اللي فيها ايطاليا بمراحل يعني اكثر من اللي فيها ايطاليا حاليا، فبصير الموضوع صعب كثير تنبؤ فيه. الموضوع ازمه عم تمر لي اول مره بتاريخ المانيا بعد الحرب العالميه الثانيه، المانيا الحديثه اول مره بتواجهها، ما حدا ممكن يتنبأ ابدا شو ممكن يصير. لكن اذا عم نقيس على ايطاليا، الى الان نحن قادرين على تحمل اللي فيه ايطاليا زائد يمكن ضعف اللي فيه ايطاليا، لكن مو اكثر. ضعف اللي فيه ايطاليا اللي المعلن عنه ايطاليا، اذا كان في شيء لسه مو معلن عنه ايطاليا فهو موضوع مختلف تماما. بقصده اللي معلن عنه ايطاليا نحن قادرين لحد ضعفه وما بينهار النظام الصحي. بس حازم، ما بعرف اذا حازم عنده راي ثاني. سيتفضل حازم. هلا بالنسبه لهذا الموضوع، يعني الكلام اللي حكاه زمان ما شاء الله حلو وملخص، انا مشان ما اطول عليك بما انه عم ننهي، انا راح اقول كلمه صغيره يا عمار. مثل ما بتزرع بتحصد، يعني على حسب على مستوى الحكومات. بالوقت اللي كانت الحكومات اللي بايطاليا عم تعمل تقشف باتجاه النظام الصحي، واخر 20 سنه بيقول لك خف عدد السرير او أسرت العناية المشددة بإيطاليا للنص، لأنه هنا عم يعملوا تقشف بهذا الموضوع. كانت ألمانيا عم تصرف 10% من كل مصاريف ألمانيا كانت فقط على الرعاية الصحية. ولا تنسى أنه ألمانيا هي أول من أسس أو أقدم نظام رعاية صحية بالعالم، يعني حتى كانوا يسألونا بفحص التعديل أنه عن بيسمارك وكيف أسس أول نظام رعاية في ألمانيا، فهن متخصصين نوعا ما بهذا المجال بالذات، يعني موضوع الرعاية الصحية. طيب انا يعني كثير سعيد في هذا الحوار، بعتقد كان حوار غني، انا فادني لي شخصيا، وبدي اشكر سامر، بدي اشكر حازم على هالفيض من المعلومات، شو كمان الاعزاء المتابعين الصيادله خصوصا، واذا كان في حدا من غير الصيادله كمان تابعنا عموما، وبتمنى لكم السعيده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا كثير عمار.